السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم أحباؤنا الدائمين. لو عاوز تغير في كثير من الأنشطة في حياتك تابعنا على القناة. يرجى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والآن هيا بنا إلى معلومة اليوم. 5 أطعمة تضر بصحة المهبل، أغربها منتجات الألبان. يؤثر ما نتناوله من أطعمة ومشروبات على الحالة الصحية للجسم ومستوى الطاقة لديه، فضلا عن الأعضاء التناسلية، من حيث زيادة الخصوبة أو إضعافها. وعليه فإن هناك بعض الأطعمة التي تضر صحة المهبل وتجعله أكثر عرضة للإصابة بالمشكلات الصحية، وهذه قائمة بأبرز الأطعمة الضارة لصحة المهبل وفقا لما ذكره موقع إلتذس. 1. الحلوى. تعد الحلوى أحد الأطعمة الغنية بالسكريات والتي تؤثر على الميزان البكتيري داخل المهبل، حيث تحفز نمو الخميرة المهبلية وبالتالي زيادة إفرازات المهبل. 2. الأطعمة المصنعة. تؤثر الأطعمة المصنعة مثل 1. البطاطس، 2. الحلويات المعبأة والتي تتم معالجتها على الجهاز المناعي وبالتالي إضعافه، ما يؤدي إلى زيادة الالتهابات في أجزاء الجسم ومنها المهبل، وبالتالي زيادة فرص الإصابة بالتهاب المهبل الجرثومي. 3. منتجات الألبان. تعتبر منتجات الألبان واللحوم من الأطعمة المشبعة بالزينوإستروجين، وهو هرمون الأستروجين النباتي، وعند الإفراط في تناول تلك الأطعمة يعطل ذلك الهرمون الغدد الصماء ومسار هرمون الأستروجين إلى المهبل، وبالتالي سهولة التعرض للإصابة بالعدوى، وأبرز علاماتها الحكة. 4. الخبز الأبيض. يعد الخبز الأبيض أحد الأطعمة الغنية الكربوهيدرات المكررة غير الصحية والتي تتسبب في ارتفاع مستويات سكر الدم، ما يؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بعدوى الخميرة المهبلية والتهاب المهبل البكتيري. 5. نبات الهوليون. ربما تبحث الكثير من الفتيات عن نبات الهوليون باعتباره سر الرشاقة والتخلص من الوزن الزائد، لكن رغم هذه الفائدة المذهلة لمتابعين تخسيس الوزن، إلا أن الإفراط في تناوله يؤثر على رائحة المهبل، ويرجع السبب إلى التأثير على درجة حموضة المهبل، ما يؤدي إلى الخطر إصابته بالعدوى. وإلى اللقاء في فيديو قادم، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.